إنها إحدى العصابات الصهيونية الإرهابية والتي اشتهرت بعمليات التفجير وقادها المجرم مناحيم بيغن. انشقت عصابة الأرجون عن الهجنة عام 31 على يد أبراهام تيهومي وقادها مناحيم بيغن بداية الأربعينيات. تلقت المنظمة دعما سريا من بولندا شمل السلاح والتدريب. خلال ثورة فلسطين الكبرى تولت الأرجون تنفيذ أكثر من 60 عملية إرهابية ضد أهداف فلسطينية مدنية. من أشد وأبرز عملياتها تفجير سوق حيفا أكثر من 4 مرات من خلال استخدام قنابل موقوتة، وأسواق ومقاهي أخرى في القدس ويافا أدت لاستشهاد العشرات من الفلسطينيين. كما ارتكبت العصابة مجزرة مروعة من خلال تفجير فندق الملك داود بالقدس في 22 من تموز عام 46، الأمر الذي أدى لمقتل 91 بينهم فلسطينيون ويهود وبريطانيون. وساهمت عصابة الأرجون أيضا بشكل مباشر مع عصابة شتيرن بتنفيذ وارتكاب مجزرة دير ياسين خلال النكبة في 9 نيسان عام 48. وعلى الرغم من أن عصابة الهجنة كانت تصدر بيانات تستنكر فيها عمليات الأرجون، إلا أن بيغن كشف في كتابته بكل وضوح عن التنسيق العسكري بين المنظمتين وخطة اقتسام الأدوار والمهام.